وجه رسالة لمحمد الشناوي بعد إصابته. هقول له محمد الشناوي ألف سلام عليك، أهم حاجة طبعا وربنا يجيبك للأهلي والمنتخب بالسلامة إن شاء الله، وإحنا عاوزينك تبقى أحسن من كده وتتألق. بقول له ألف سلامة وأسد مصر الأول والسد العالي اللي هو الحقيقي فعلا الشناوي، وألف ألف سلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول بإذن الله، وأديت اللي عليك بصراحة ما قصرتش يعني. ربنا يشفيه أولا، ثانيا يعني هو الله أكبر عليه، محقق بطولات كويسة مع النادي الأهلي، أتمنى له كل الشفاء وكل الدعم الجماهيري النادي الأهلي لمحمد الشناوي عامة في الفترة اللي جاية، ويا رب ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة ويكون كويس في أحسن حالات. محمد الشناوي حارس كبير وخسارة طبعا للمنتخب إن هو اتصاب، بس إن شاء الله هو قادر يرجع بشكل أسرع إن شاء الله، بس بطولة وعدت ومش عارف حظه سيء في البطولات، بس الحمد لله إن شاء الله متفائلين بالمنتخب بإذن الله. أكيد ألف سلامة ونتمنى له الشفاء العاجل وإنه يرجع لأنه عنصر مهم. ألف سلام عليك يا بطل، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول، وطول عمرك متعودين على كده اللي أنت قد المسؤولية وقد اللي أنت هتبقى كابتن، وطبعا يعني فوال ظهورك يعني ما كنتش موفق شوية، بس الحمد لله قدرت ترجع وترجع النادي الأهلي وترجع المنتخب وقائد للمنتخب إن شاء الله، يعني ألف سلام عليك يا بطل. هل من رأي حضرتك أبو جبل قادر على تعويض الشناوي؟ طبعا ابو جبل عنده خبرات وشفناه قبل كده سد وادى صح، يعني ان شاء الله ابو جبل يكمل وهيبقى كويس باذن الله. ابو جبل طبعا جون كبير وهيقدر ان شاء الله هيعوض طبعا مكان الشناوي، وهيعمل كل جهده لان لعيبه مصر كلها رجاله، فبتعمل كل جهدها ان هي تبقى حاجه كويسه. طبعا عاوزين يوصلوا يعدوا دور ال 16 وياخدوا البطوله باذن الله، واحنا طبعا معاهم بنشجعهم وبنوقفين معاهم وسندينهم في كل الاوقات ان شاء الله. ابو جبل يعني كفاءة ورجولة وقد مسؤولية وقد تحمل ان شاء الله، وهيكون على حسن ظن المصريين كلهم، مش جماهير الزمالك بس ولا اي جمهور تاني، احنا كلنا بنلعب باسم منتخب مصر يعني ايد واحدة. ابو جبل لما بيركز بيبقى كويس انا اعتقد ده، ومفعلية منتخب مصر تستحق ان الواحد يموت نفسه عشان اعتقد ان ابو جبل هيبقى قد المسؤولية ان شاء الله. ابو جبل كفاءة كبدني كل ده، هو لو بس يقوم بدنيته وان هو يبقى قوي شويه بس هو يقدر اسمه ده يغطي على الشناوي، وان شاء الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله. اي حد طالما اسمه اتوجد في المنتخب اكيد هيبقى قد المسؤوليه، لان انت بتلعب باسم بلدك، فاكيد طبعا ان شاء الله تبقى قد المسؤوليه، سواء ابو جبل سواء الشناوي سواء محمد صبحي. اي استدعاء من المدير الفني لاي حد يقف حراسه المرمى للمنتخب ان شاء الله يبقى افضل باذن الله.